صعوبه واللي بزاف ديال الناس سولوني عليها الطريقه ديالي. هنا انا عندي شويه اللحم كما كتشوفوا معايا في الطنجره، يعني شويه ماشي بزاف على حساب شحال عندكم. انا ما عنديش زعما كميه كبيره، غناخذ باش نقلي اللحم غناخذ شويه الزيت، زيت عادي ولا زيت البلديه على حساب زعما نتوما. غنزيد عليهم ورقه سيدنا موسى، جريقات ولا اللي عندكم. غنزيد هادو كتقولوا لا يمكن الباديان، ما عرفتش. كنزيدوا عليها حبيبات والكادامون، كنزيدوا الملح، وعندي شويه البزار، وعندي شويه الخرقوم والكركم، كل واحد شنو تيقول ليه. وهنا عندي رص معلقه سبع بهارات، اللي ما عندوش يكتفي غير بالبزار والملح اللي هو الفلفل الاسود والكركم صافي. وكنديروا كلشي كيتشحر على نار مهيله، ومني كيتشحر تنزيدوا الماء ديالنا وتنخليوه يطيب. كما قلت لكم البصله وشويه الثومه، يعني طريقه عشوائيه لانه هذا الشيء كله غيتصفى في الاخر وناخذ غير الصوص ديالو، يعني ماشي ضروري تقطعوهم صغار. نتشحروا معاهم ومن بعد غنزيدوا الماء اللي كفينا على قد كميه الرز. انا اليوم ناويه ندير جوج كيسان الرز، جوج كيسان كبار. كنشحروا هذا الشيء مزيان كيبان لي كيتشحر، وديجا يكون عندكم اصلا الماء سخون او الماء طايب. كنزيد الكميه ديالي اللي غيطفى الحم واللاصوص اللي غيطفى هو اللي غناخدو باش ندير بيه الرز ديالي. هنا بسم الله على بركه الله غنبدا نطبق المقلوبه ديالي ونقول لكم اشنو عندي. هنا خديت بصله وجوج قليتهم ورشيت عليهم شويه الملح، شويه الزيت في المقله وتقليهم وترش عليهم شويه الملح. هنا عندي فلفله خضراء وفلفله حمراء قطعتهم دوائر حتى هما قليتهم ورشيتهم بالملح. بطاطا حتى هي قطعتها ورشيتها بشويه الملح وقليتها بطبيعة الحال. وهنا عندي الشيفلور سلقته بشويه الماء، الماء مع الحامض زعما وشويه الملح. ومن بعد قليته شويه، راه كيف ما كتشوفوا معايا راه ما واخدش الزيت لانه كندير غير نقيطه صغيره باش ما كيشربش لي الزيت بزاف. وطبيعه الحال الحاجه الاساسيه في المقلوبه هو الدنجال اوبرجين. الدنجال قطعته حتى هو طول، تقدروا تقطعوه حتى دوائر كيف ما بغيتوا او طول، ورشيته بالملح وخليته واحد 20 دقيقه حتى 30 دقيقه حتى تسقطر منه الماء ديالو. وتا هو قليته في شويه الزيت. وعندي هنا مطيشه حتى هي دوائر ومقليه شويه ومرشوشه بالملح. الناس اللي ما كيبغيوش المقليات يقدروا يستعملوا الاله ديال البانيني وبريسيو كاع الخضره اللي كيبغيو، وزياده على ذلك تقدروا ديروا غير الخضره اللي نتوما كتعجبكم، يعني ماشي ضروري ديروا جميع الخضره. في الطنجره الثقيله اللي غيطيب لي فيها كلشي، ها هي خاويه كيف ما كتشوفوا معايا. غدا نقاد فيها بطاطا هي الاولى لتحت لانه بطاطا شويه كتاخذ النار. نزيدو الشيفلور ديالنا، من بعد تنحاولو ناخدو الدنجال ونوقفوه بهذا الشكل شويه، بغينا شويه يجي مهزوز الفوق، داكشي اش ما درتوش هو الاول. الا كانوا عندكم ناس بزاف تقدروا ديروا كميه كبيره، انا حقاش دايره غير حساب جوج الناس ثلاثه. كما كتشوفوا معايا بحال هكا، وديجا لانه كيكون شويه فيه الزيت يعني ديجا تيلصق كيعاون الخدمه ديالو زعما. كما كتشوفوا معايا
وبقى لي هاد الجهه. وفي النص كنحط اللحم ديالنا. الناس يقدروا يديروا الحيمات مقطعين صغار، تقدروا ديروا الدجاج، تقدروا زعما ديروا اي حاجه نتوما بغيتوا، تقدروا ديروا بلاش زعما ماشي ضروري ديروها زعما باللحم. هنا غندير غنزيد من على اللحم، غنزيد مطيشه دوائر اللي درتها شحرتها شويه في جوج معالق الزيت تقريبا، وكنوزعها بحال هكا. كندير الفلفله ديالنا، وكل شيء كيبقى اختياري زعما. ومن بعد كنزيد الروز ديالي اللي من اللي غسلته ديجا وخليته نشف، نزيده من الفوق. تشوفوا معايا بحال هكا. انا هنا عندي كيسان سبق لي وقلت لكم شحال كل كاس شحال كيهز، او باش ما عبرتوا الروز باش ما كتعبروا الماء ديالو. هنا انا غنستعمل الماء اللي طاب فيه اللحم. طاب الحال صفيت البصله والثومه وكاع ورق سيدنا موسى، كاع التوابل اللي درت كلها تصفات، وخديت غير الماء باش نسقي به من الفوق. هنا لاصوص ديال الدجاجه هو هنا معايا في الطنجره، تو غادي نعبر الماء ديالو هكا. عندي كاس الاول ونزو، والكاس الثاني، قل من نص كل كاس. هنا ما بقى خصني مازال غنزيد الماء طيب طبيعة الحال باش غنكمل. جوج كيسان ديال الروز، درت جوج كيسان ديال لاصوص زائد يعني كل كاس كاس وربع، كاس وربع. وعينا مزيان الى احتاجينا مزيان. ملي درنا بحال هكا غنحاولوا نرجعوا هاد الدنجال اللي بقى خارج بحال ما هكا، بحال نغلفوا به من الفوق. بحال ما هكا وكنردوه على نار مهيله، لانه ديجا الماء عندنا طايب او لاصوص هو طايب سخون بزاف، على نار مهيله حتى يطيب. وهنا مني جهزات عندي المقلوبه كيف ما كتشوفوا. غنجيب شي طبصيل اللي غيكون في الحجم ديال الطاوله اللي انا طيبت فيها باش ما يطيحش لينا، وغادي نقلبوها كيف ما كتشوفوا معنا. ندير هاد العمليه قدامكم. انا بالنسبه لي جاني هاد الطبصيل مزيان، جا على قد قد طنجره من الفوق. كنجيبو شي حاجه باش نشدو باش ما تحرقوش. صافي، وكنركزو يدينا هنايا وصباعنا لتحت هكا. بسم الله على بركه الله. هاك وشويه تحرقو. نحاول بشويه نحيد هاد الفوطة من التحت اللي انا قلبت فيها، ونحاول نهز الطنجره ديالي بشويه لانه يقدر يطيح لي في الجناب، او نحطها في طبصيل اخر كبير وهذا كيبقى غير هو الفوقاني. يلا بسم الله على بركه الله. اهم حاجه المهم الطنجره البنات ما تكونش كتلصق ليكم.
يس هيكا. ما ضروري ما غيلصق شويه زعما شويه الخضره وهذا، يعني ها هي بطاطا لاصقه. المهم الا بقى داكشي لاصق راه نتوما غتحيدوه، ولكن راه ما محروقش كيف ما كتشوفوا معايا بلاتي نقرب لكم، يعني حتى حاجه ما محروقه غير بقى لاصق هكا. نحاول نحط كل شيء اللي بقى عندي من الفوق بشكل متساوي. يامي، الريحه كتشهي فعلا، وجربوها ما غتندموش، رائعه وتغيير. ودابا الناس كلشي جالسين اللهم نجربوا شي حاجه مغايره وتكون لذيذه. اون طبيعة الحال من الفوق الربيع شويه القزبر مع دنوس وصافي من الفوق بحال ما هكا، وبالصحه والراحه. كتجي رائعه وفي المذاق هائل، وشفتوا كيفاش كتجي؟ راه كتجي بحال الكيك، شفتوا؟ المهم بالصحه والراحه، ما تنساونيش وما تبخلوش علينا من الاعجاب ديالكم الى عجبكم الفيديو، والى اللقاء.